ولد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الحمد لله الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أوصل اللهم ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم منا إلى حضرة حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى أرواح أصحاب البدريين واللحديين والحنينيين والقندقيين وسائر الصحابة والكرابة كلهم أجمعين وإلى أرواح سائر أولياء الله تعالى من مشارق الأرض إلى مغاربها أينما كانوا رضوان الله تعالى عن كل واحد منهم أجمعين وإلى أرواح المدفونين في هذه المقبرة الشريفة خاصة وإلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وسائر أقاربنا. اللهم اجعل ثواب ذلك فداء لنا ولهم من النار. اللهم اجعل ثواب ذلك مونسا لنا ولهم في قبولنا وقبولهم يا أرحم الراحمين. اللهم يا رب اغفر يا رب ارحم. اللهم اغفر لنا ولهم ولوالدينا ولوالديهم ولجميع المسلمين. اللهم إنك تعلم حوائجنا وحوائج من أوصانا بالدعاء وقلها يا قاضي الحاجات. اللهم بجاههم عافنا وأهلنا من كل بلاء الدنيا ومصيباتها وفتنة كلها وضيقها وعذاب الآخرة. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مرضا إلا شفيته ولا عدوا إلا دمرته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح وفلاح لا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. اللهم سلمنا وسلم معاهدنا وسلم علماءنا من نافات الدارين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يرحمنا وكف أيدي الكافرين والظالمين والحاسدين والنمامين يا خفي الألطاف نجنا مما نخاف. اللهم إنك تعلم حوائجنا وحوائج من أوصانا بالدعاء وقلها يا قاضي الحاجات. وإنك تعلم أمراضنا وأمراض مرضانا فاشفها يا شافي الأمراض. ربنا تقبل منا دعاءنا ولا تردنا خائبين ببركات هؤلاء الشرفاء المذكورين وبمحض فضلك يا أرحم الراحمين. وصلى الله تعالى وسلم على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.